السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنكمل كلامنا على اللايت سنسورز او الاوبتيكال سنسورز زي ما سبق واتكلمنا، وافتكر انكم فاكرين المحاضرة اللي فاتت لما اتكلمنا على التايبس بتاعة اللايت سنسورز. اوكي، قلنا ان في حاجات بتعتمد على الفوتو كونداكتيف، في حاجات بتعتمد على الفوتو اماسيف، وفي حاجات بتعتمد على الفوتو فولتكس. في حاجات بتجنريت الكترونز اند هولز بيرز، في حاجات بتغير القيمه بتاعت الكوندكتيفيتي، يعني مش بتعمل جنريشن لالكترونز جديده لكن هي بتغير دايركشنز. وشفنا انواع بقى زي انواع الفوتو كونداكتيف زي الفوتو ريزيستور او ال دي ار، وشفنا اذر تايبس لل الفوتو دايودز والفوتو ترانزستورز، واتكلمنا على البي ان جانكشن والبي اي ان جانكشن، واتكلمنا على الافالانش والتايبس اللطيفة دي كلها. طيب هنكمل كلامنا النهارده بأذر تايبس، هي الفوتو اماسيف. والفوتو اماسيف الحقيقه هي اكزامبل مشهور قوي في الحاجات، مش بس بقى الفوتونز، يعني الحقيقه ان هي يعني هي احد المسميات ليها، يعني فوتو تيوبس وفوتو مالتبلايرز. طيب هي بتبقى عباره عن ايه؟ ببساطه كده هي بتبقى عباره عن سيرفيس لميتال معين يسقط عليه فوتونز، الفوتونز دي بتخلي الكترونز تهرب من السيرفيس ده. اوكي، علشان تهرب من السيرفيس ده هي بتجنريت تغير بيحصل في الالكترونز، اكشولي هي بتحرر الكترونز فبيحصل اماشن للالكترونز. اوكي، طيب هتلاقي في الناحية التانية بقى مستقبل ليها اللي احنا بنسميه الانود، اللي هو مفروض وظيفته ببساطة كده عبارة عن collecting لي الالكترود. فزي ما حضرتنا في فوتونز او في لايت، يعني هيسقط على ميتال، الميتال ده هو اللي هيجنريت الالكترونز اللي احنا عادة بنسميها فوتو الكترون. ليه بنسميها فوتو الكترونز؟ لان هي الالكترونز الناتجة من الفوتونز. اوكي، هتتجمع على كولكتور، ده بالنسبه لي هيبقى بعد كده حاجه هنسميها الانود. اوكي، طيب يبقى الفوتو مالتبلايرز دي هنعتبرها فاميلي من الفوتو تيوبس. اوكي، وهي طبعا سنسيتيف للتغيرات اللي هتحصل في اللايت. اوكي، وبالتالي اللي هيحصل هو عمليه ابزوربشن لللايت وجنريشن للالكترون. طيب ايه المكونات او ايه الكومبوننتس الرئيسيه للفوتو مالتبلايرز او الفوتو تيوبس بتاعتنا؟ هما الحقيقه 3 كومبوننتس. اول واحد الفوتو كاثود، وده اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو الماتل اللي بينزل عليه الفوتون يجنريت الكترون. في بقى حاجه اسمها داينودز، واعتقد انكم سمعتوا الكلمه دي قبل كده لكن هنتكلم عنها. وفي حاجة اللي احنا قلناها لسه من شوية، قايلين ان هو الكولكتنج بتاع الالكترونز بيحصل على حاجة بنسميها زي ما انتم شايفين كده هنا، بنسميها انود. طيب يبقى الفوتو كاثود فهمنا وظيفته ايه. اوكي، الفوتو كاثود ده اللي بيحصل جينيريشن للالكترونز بناء عليه، او الفوتو الكترونز بناء عليه. يجي بقى مرحلة الداينودز. مرحلة الداينودز هي مرحلة من اسم السنسور ده اللي هو فوتو مالتبلاير، هي عملية مالتبليكيشن للالكترونز. يعني بمجرد ما يحصل ريليزنج للالكترونز يبتدي يخبط في داينود يريليز انذر تايبس اوف الكترونز، فيحصل مالتبلاينج للالكترونز لغاية ما يوصل زي ما اتفقنا للانود. طيب يبقى معنى ذلك ان الكرنت اللي هيحصل له جينيريشن نتيجة الالكترونز اللي هتتحرك دي هيبقى مقابل للانود
الامنسنس او للاشعاع او الانتنستي بتاعه الفوتونز اللي نازله. اوكي، عشان كده هنلاقي ان في الحقيقه ان في ديتكتورز بتبقى سنسيتيف للايت في ريجنز معينه زي الالترا فايلوت، الفيزيبل رينج، النير انفراريد اند سو اون. اوكي، وبناء عليه عمليه بقى الجينيريشن او المالتيبليكيشن هتحصل على بايوس. اوكي، طيب يبقى كاول خطوه كده انا هلاقي ان في ماتيريالز معتمده على الويف لينث، يعني في ماتيريال زي السيلفر اوكسايد، اوكي، دي سنسيتيف لي فيزيبل رينج وانفراريد. اوكي، زي ما احنا شايفين في الجراف قصادنا كده، هنا في الكوانتم افشنسي، يعني قد ايه هي تقدر تجنريت عن ديفرنت ويف لينث اللي هو الاكس اكسس. اوكي، فكل ماتيريال زي ما احنا شايفين كده ليها باند معين، لو سمينا بقى الويف لينث باند يعني. اوكي، بناء عليها هيبتدي يحصل ديتكشن لللايت في الباند ده. اوكي، طبعا زي ما حضراتنا شايفين كده ان من 400 ل 700 ده الفيزيبل اللي احنا بنشوفه، ففي بعض الماتيريال بتبقى ليها هايلي ابزوربشن في الباند ده. جميل، طيب هل في حاجه تانية هنبقى محتاجين نعرفها عن الفوتو كاثود غير الماتيريال اللي متصنع منها؟ الحقيقه في حاجتين محتاجين نعرفهم. اول حاجه، اذا كان اللايت ده هيسقط بشكل مباشر او راسي عليه، اوكي، او هيسقط بشكل جانبي زي ما احنا شايفين كده سايد اون تايب، يعني هيسقط بشكل جانبي فهو سنسيتيف لللايت اللي جاي من السايد عكس اللايت اللي جاي من لا. الحاجه الثانيه اللي احنا محتاجين نعرفها هي الثيكنس بتاعه. طيب حد هيقول لي بقى، هل لو هو مور ثيكنس هيحصل جينيريشن لمور الكترون ولا لاس الكترون؟ طيب حضراتنا اوريدي شايفين ان ببساطه كده ان كل ما ده كان تو ثك، اوكي، معنى ذلك ان في مور فوتون ويل بي ابزوربد. اوكي، ده مش هيسمح ان الكترونز كتيره يحصل لها جينيريشن. اوكي، وبالتالي هنروح للشكل العكسي، ان كل ما كان ثين، اوكي، كل ما قدر يحرر الالكترونز اكتر او بشكل اكبر، اوكي، لانه الطاقه بتاعه الفوتونز مش هيحصل لها بقى ابزوربشن. اوكي، فهمنا بقى الحدوته دي. اوكي، طيب الايتم الثاني او الكومبوننت الثاني هو الداينودز. اوكي، الداينودز ده هو عباره عن ممكن نعتبره كده حاجة وظيفتها ان هي مجرد ما بيسقط عليها الكترونز، خلي بالك بقى هنا عملية جينيريشن لالكترونز، فمجرد ما بيسقط جاية من فوتو كاثود طبعا، بمجرد ما يسقط عليها الكترون، اوكي، هيخلي فيه اميشن لانذر الكترونز. اوكي، سواء بقى الكونفجريشن ده طبعا هيحصل له اكسلريشن بالكتريكال فيلد، علشان كده الفوتو مالتبلاير او الفوتو تيوبز زي اللي احنا بنشوفها مثلا في بعض الابلكيشنز، او حتى لو رحنا للاكس راي على اعتبار ان هو صحيح مش فوتونز بس على اعتبار ان هو الكترومغناطيك ويف، فبرضو التيوب بتاعته بتحتاج الكتريكال فيلد علشان يحصل نفس الاكسلريشن ده. اوكي، في طبعا كconfiguration بقى في two types، في شكل circular type ان هو تخيل كده ان الالكترونز تفضل تلف وتخبط في الداينودز وترجع تلف تاني تخبط في الداينودز وهكذا، او linear زي الشكل اللي انا وريته لكم، لا ده هيخش يخبط هنا ينزل هنا يخبط هنا ينزل هنا يخبط هنا لغاية ما يوصل للفاينل. ايه هو بقى الفاينل ديستنيشن؟ هو الانود عندنا اللي هو بيتجمع عليه الالكترونز بتاعتنا، وبالتالي بتبقى الرحله وصلت لمنتهاها يعني او اخرها. اوكي، فبنبتدي نترجم بقى عدد الالكترونز او الكرنت او الفولتج اللي حصل له قياس مع اللايت اللي نازل. اوكي، طيب استخدامنا بقى في الفوتو مالتبلايرز هناخد بالنا من حاجتين،
اول حاجة ان النيجاتيف فولتج بيتوصل مع الكاثود والبوزيتيف بيتوصل مع الانود، وده بيحتاج شيلد للامبيوت، لان انا ببساطة لو عرضته لضوء، ما هو الضوء ده فيه فوتونز، اوكي، يبقى هيبتدي يحصل اكسايتيشن او اوفر اكسايتيشن. اوكي، نفس القصة بالنسبة للماجنتيك فيلد. ليه؟ حد حقيقي شاطر كده؟ ايوه بالظبط، لان الفوتونز او اللايت بتاعي هو الكتروماجنتيك، فانا يعني لو عزلت الالكتريك فيلد لازم اخد في اعتبار كمان الماجنتيك فيلد عن طريق مثلا نيكل ايرن مثلا او الويز معينه هي اللي بتسمح ب فكره البرمابيلتي بتاعه الماجنتيك فيلد. اوكي طيب، والحاجه اللي احنا قلناها الحقيقه في الاول يعني اوكي اللي هي فكره ان هو بيحتاج هاير. اوكي طيب، الكوست بتاعه ممكن نقول ان هو مش قليل، لكن الكوست ده معتمد بقى على السايز والتايب اوف فوتو كاثود، الويف لينث اللي انت طبعا هتستخدمه فيه، الفولتج، النمبر اوف داينودز. كل ما زاد عدد الداينودز كل ما عمل جنريشن للالكترونز اكتر. السنسيتيفيتي بتاعه بوث الكاثود والانود. اوكي زي ما قلت لكم applications جزء منها في الميديكال دايجنوستيك، جزء منها في الميديكال ايميجين، والنايت فيجن ديفايسز. زي ما لو فاكرين كده كنا اتكلمنا على فكره النايت فيجن ديفايسز، لو هي هتعتمد على الثيرمال كاميراز او هتعتمد سوري على البلاك بودي راديشن والفوتو. اوكي طيب، يبقى احنا كده فهمنا ال different types بتاعة ال light sensors. خلينا بقى نتكلم على حاجة ليها علاقة بال light sensors، لكن خلاص انا معايا ال sensors دلوقتي، هروح افكر بقى بشكل تاني. هل ال measurement setup بتاعها لو اختلف في حاجات هتحصل في القراءات بتاعتي او في ال measurements بتاعتي؟ اوكي خلينا برضو ما يتوهش عن بالنا التارجت بتاعنا، احنا التارجت بتاعنا بنعمل ايه؟ بنعمل ميجرمنتس. اوكي طيب، المودز او السيت اب اللي حضراتكم شايفينها سواء الثرو بيم، ريترو ريفلكتيف، ديفيوجن، كونفرجن، و اذر زي اللاستر او السبيشاليزد زي ما هنتكلم عنها. طيب خلينا نبتدي كده عشان يبقى مفهوم السيت اب واضح بالنسبة لي. اكيد طبعا شايفين قصاد حضراتنا كده ريسيفر واميتر. الميتر ده بيطلع اللايت او السورس بتاعي، والريسيفر ده هو المستقبل دي. اوكي كلام جميل. لو انا حطيتهم في الكونفيجريشن اللي حضراتكم شايفينه ده هنسمى الاوبريشن بتاعتنا ثرو بيم. طيب تعالوا نشوف اكزامبل كده للثرو بيم بعد ما طلعنا لايت وفي اوبجكت عدى. الاوبجكت ده هيقطع اللايت اللي معدي، هيبقى عندي بقى في الناحيه الثانيه لايت ديتكشن سيركت سوري، وممكن تتوصل بامبليفاير، ممكن تطلع على اوتبوت سيركت اند سو. اوكي طيب، تعالوا نشوف بقى في الحالة دي السنسور هيحصل ايه. انا عديت الاوبجكت زي ما انتوا شايفين، الاوبجكت الازرق ده حصل كاتنج للبيم، الريسيفر مش هيستقبل حاجة مع انه لما ما كانش فيه اي حاجة معدية هو استقبل الديتا كلها، لكن هنا اصبح ما عندوش قابلية او يعني ما فيش امكانية ان اللايت يعدي من خلال الاوبجكت بتاعي، فهو ما استقبلش حاجة، يبقى عمل ديتكشن ان فيه اوبجكت هنا. طيب هنسأل بقى شوية أسئلة بهذا الشكل. أوكي هل الكالر بتاع الأوبجكت هيفرق معايا؟ الحقيقة لا، هو بيكت البيم، فهو يعني أي كالر هيقطع، يعني ده لو كان أزرق أصفر زي بعديه أبيض and so on أحمر، أي كالر مش هيفرق. كمان التكتشرز بتاعته أوكي، الجلاسنس مش هتفرق. أوكي لكن في بعض الأحيان ممكن ناخد في اعتبارنا السايز. طب حد هيقول السايز في ايه؟ ما هو ده قطع
حاجة اقول لك السايز بقى، ممكن نخش في كالكوليشنز تانية. يعني لو تخيلنا ان ده جدلا كده حاجة بتتحرك زي تراك مثلا، اوكي، والاوبجكت الازرق ده ماشي وبعدين قطع، فعلى حسب السايز، بس هنا بالنسبة لي في one dimension لان حركة التراك ده في one dimension، اوكي، فهقدر افسر تقريبا الديامتر بتاع السلندر ده قد ايه، او مثلا الويدث بتاع الكيوب اللي بعده قد ايه، وهكذا. وبالتالي لو انا عايز اجيب بقى في 3 dimensions، يبقى لازم احط ترانسميشن او emitter وريسيفر في الديجري فريدومز المختلفه. فهو مش effective قوي في موضوع السايز، لكن هيكونسيدر السايز. لو حد يقول لي شاف ابلكيشن زي كده معتمد على فكره الثرو بيم، خلي بالكوا بقى ان احنا هنا مش بنتكلم على انواع السنسور. يعني ايه؟ يعني الريسيفر ده ممكن يبقى ال دي ار، ممكن يبقى فوتو دايت، ممكن يبقى حتى فوتو مالتبلاي، اوكي، الاميتر ده ممكن يبقى ليد، ممكن يبقى ليزر. احنا هنا بنتكلم بقى على السيت اب بتاعنا، اوكي. طيب هنلاحظ ان حاجه زي كده اشهر اكزامبل ليها ممكن تبقى عمليه ديتكشن ل اوبجكت معين، اوكي، بيمر في تيوب مثلا، اوكي. لو خدنا بقى سمبل ابلكيشن، حضراتكم يعني بتطلعوا في الاليفيتورز في الاسانسير، بتحط ايدك كده علشان الاسانسير ما يقفلش، اوكي. طيب حضرتك بتعمل ايه؟ ببساطة بتحاكي فكرة ان في شخص معدي، اوكي، بيقطع اللايت اللي طالع من الماتر وواصل بيه الريسيف. اللايت ده بقى مش لازم يبقى في الفيزيبل، يعني عشان ما يضايقش الناس ويحسوا ان في ضوء احمر مثلا او اخضر، whatever، ممكن يبقى انفراريد فحضرتك مش شايفه اصلا، اوكي. كلام جميل. طيب يبقى ما عندناش مشكلة ان احنا نديتكت اوبيك او ريفلكتنج اوبجكت، ما عندناش مشكلة ان الاوبريشن رينج بتاعنا يبقى مرتفع شوية. لكن في النهاية يعني حتى في الحاجات السكيورتيز او في الحاجات اللي حضراتكم بتشوفوها في البنوك، بتلاقوا في اشعة او رايز او لايت كده نازل في دايركشنز مختلفة، اوكي. هيبقى الموضوع معتمد بقى على ايه؟ معتمد على مين؟ بارامتر زي الديستنس، زي الالاينمنت، زي الميوتوال انترفيرنس ممكن يحصل لو حطينا اكتر من اكزامبل. ادي الاكزامبل اللي انا كنت بحكي لكم عليه، الاكزامبل الاولاني فكره اللايت جراد اللي ممكن تحصل في سيفتي ابلكيشنز، اوكي. ممكن تتنظم بشكل زي ما حضراتكم شايفين، ان انا احط كده ترانسوميتر ترانسميتر ترانسميتر او اميترز، اراي اوف اميترز واراي اوف ريسيفرز. عدى الاوبجكت ده يقدر يجيب لي الارتفاع بتاع الاوبجكت على حسب عدد الخطوط اللي هو قطع، او لو انا عايز اديتكت بس ان اوبجكت عدى وخلاص، الموضوع بقى اسهل من الشكل ده. او الشكل اللي تحت اللي حضراتكم شايفينه زي ما اكيد شفتوه في الافلام، اوكي. طيب النوع ده بيسموه ايه؟ بيسموه لايت كيرتن، حاجه زي ستاره كده او اراي اوف سنسورز. في تايب تاني بيقول لك والله انت لو عايز تقلل شويه الاميترز والريسيفرز، خلي انت عندك اميتر ممكن يطلع لك في اكثر من دايركشن ديفيوزد يعني، اوكي، وممكن تستقبله بكذا ريسيفر زي ما احنا شايفين، اوكي. التايب التاني بقى هو بيسموه فورك تايب، وده شبه الفورك بالظبط، شبه الشوكة يعني، اوكي. ده عادة بيستخدم في dimensions الصغيرة شوية، the small distance، لأن طبعا يعني عشان تقدر توصل ميتال بهذا الشكل ويبقى ما بينهم اللايت اند سو اون، فبيستخدم في الحاجات البسيطة وجزء منها في بعض الميديكال ابلكيشنز زي الانفيوجن بومب اند سو اون، اوكي. كلام جميل. ده اول نوع اللي هو ايه؟ اللي هو الثرو بيم.
النوع التاني حاجة اسمها الريترو ريفلكتف. طيب يعني ايه هنا؟ يعني انا هعتمد هنا على الريفلكشن مش الترانسلوشن. اوكي طيب الريفلكشن بقى هنا هيجي منين؟ من الكلمة الاولانية او من الجزء الاولاني من الكلمة هو الريترو. يعني انا هبقى محتاج ميرور هنا، اوكي، هي اللي هتقوم لي بعكس او بالريفلكشن بتاع اللايت اللي انا منزله. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، انا منزل هنا لايت، اوكي، هيخبط في الميرور بتاعتي، هيرفلكت الناحيه الثانيه. اوكي طيب هيبتدي يعدي اوبجكت. اللي هيحصل لما هيعدي اوبجكت، هيمنع اللايت ده ان هو يحصل له ريفلكشن، وبالتالي مش هيستقبل الريسيفر اوبجكت. طيب اجين الاوبريشنز بتاعتي مش افكتد لا بالكلر ولا بالشيء. لكن هنا بقى هنقف على مرحلة الجلاسنس. هنا بقى الجلاسنس ممكن تفرق. ليه؟ لأن الأوبجكت ده لو شايني يعني جلاسي كده، أوكي، إيه اللي هيحصل؟ ما هو لو نزل اللايت عليه ما هيقوم بمقام الميرور اللي حواليه. أوكي؟ طيب يبقى أنا ساعتها ممكن ما أقدرش أفرق ما بين إن اللايت اللي نازل ده منعكس من الميرور ومفيش اوبجكت، ولا منعكس من الاوبجكت بس الاوبجكت شاين. طيب نفكر كده ولو 10 ثواني في البروبلم دي، نقدر نعالجها ازاي او نقدر نفكر فيها ازاي. اوكي احنا عايزين سولوشن يساعدنا شويه ان احنا نديتكت ان اللايت اللي الريسيفر هيستقبله هيبقى جاي من الاوبجكت مش جاي من الميرور. اوكي طيب حد عنده فكره؟ ده كلام جميل. طيب خلينا نفكر كده مع بعض. اوكي في وان اوف ذا سولوشن قال لك ايه بقى؟ تعالى تخيل كده ان في واحد من اللي انا هبعتهم اللايت اللي انا هبعته او الالكتروماجنتيك، وهي دي بقى الميزه في الالكتروماجنتيك، ان انا هنا هيبقى ليه بولاريزيشن معين. انا هبعت اللايت في بلين معين، اوكي، هيوصل للسنسور عندي. اوكي السنسور ده انا هعمله از فلتر. طيب خلينا بس نبص تاني، انا بعت اللايت في اتجاه معين ولنفترض كده ان هو هيبقى في الهوريزونتال، هيحصل ريفلكشن، هترجع لي اللايت ده في بلين تاني فيرتيكال عليه. اوكي يبقى انا لو استقبلت الفيرتيكال لايت، اوكي، يبقى معنى ذلك او عكست حتى زي ما انتم شايفين في الكور كده، انا بعت فيرتيكال واستقبلت هوريزونتال. اوكي ده اللي هيقوم بيه الريفلكتور، بس الحقيقه مش هيقوم بيه، يعني الريفلكتور بالاورينتيشن اللي انا هحطه هو اللي هيقوم بالقصه دي، لكن الاوبجكت هيبقى بمجرد بيعكس، يعني لو نزل في بلين معين ما هيرجعه في نفس البلين. يبقى السولوشن بتاعي ان انا استخدم بولارايزد ريتروف، عشان كده جت بقى فكره البولارايزيشن هنا كفلتر. انا هبعت ويف حتى لو انا استقبلت، انا هستقبل فيه انذر بلين. اوكي يعني هستقبل في نفس البلين زيرو اللي هو فكره ان مفيش اوبجكت. اوكي طيب النوع الثالث اللي معانا معتمد برضو على ريفلكتيف بس بشكل تاني بقى، ماشي، هنا ما بقتش محتاج ميرور، ما بقتش محتاج حاجه هي اللي بتعكس، لا انا هعتمد ان الاوبجكت نفسه هو اللي هيعمل لي ريفلكشن. تخيلوا بقى، الاوبجكت نفسه هو اللي هيحصل فيه ريفلكشن، ماشي. الميزه هنا بقى ايه؟ الميزه انك انت في الحاجتين اللي فاتوا احنا كان عندنا ترانسميتر وريسيفر، كل واحد فيهم في حاله الثروبين، ده في سايد والتاني في سايد. في حالة الريترو ريفلكتف محتاج برضو ريفلكتور، هنا ما بقتش خلاص، انا ببساطة كده هترانسميت، هيخبط في الاوبجكت
هيوصل للديتكتور مرة تاني. اوكي طيب، النوع الرابع اللي معانا حاجة اسمها convergent mode، ماشي. والconvergent mode ده efficient شوية على diffusion. ليه؟ لأن diffusion ده هو بيوزع في كل direction، فكرة diffusion يعني. اوكي تمام. الماتر لانس هتحاول تفوكس اللايت ده يبقى في بوينت معينة، ماشي. وساعتها يبقى عملية الديتكشن مبنية على ان انا هل الكونفرجن اللي حصل حصل بشكل مظبوط ولا لا، ماشي. وده اللي هيساعدنا ان احنا نعمل ديتكشن لمرحلة. خلينا اوريكم اكزامبل للكونفرجن كده. هو حاجه اسمها السبوت سنسور. اوكي ببساطه كده، انا بعت الميتر، اوكي بعت لايت، اللايت ده ممكن يترانسميت، ممكن يديفيوج يعني يعدي هنا لايت، يمر هنا لايت، ديفيوجن بقى في كل الاتجاهات. لكن انا لو عملت فوكس، اوكي وحدت ان كل اللايت اللي هيخرج هيبقى في الدايركشن الاخضر ده، فهيستقبله ريسيفر. خلاص يبقى الموضوع بالنسبه لي ان السنسور ده اصبح بيبوزيشن بشكل بيربنديكولر على الاوبجكت، في حين ان الريسيفر بياخد انجل معينه علشان تستقبل الديفيوز لايت، ماشي. طيب this sensor detect difference in object surface condition small object or object in pinpoint lane، لانه بيعتمد على السبوتس، عملية الكونفرجن اللي هتحصل. اخر نوع بقى هي اللي بيعتمد على فكرة الاستر سنسور، ماشي. هنا بقى ده انا اساس السنسور معتمد على الجلاسنس، على الانعكاسات، اوكي الخاصة بي. يعني انا بقيس قد ايه الاوبجكت بتاعي جلاسي، اوكي فانا معتمد في الاساس على الريفلكشن اللي بيعمله الاوبجكت، ماشي. سواء كان الريفلكشن ده بيزد على سيرفيس فلات خالص، ماشي، او سيرفيس في اي. يبقى احنا الحمد لله كده فهمنا يعني ايه انواع اللايت سنسورز، اوكي فهمنا ان السيت اب بتاع اللايت سنسورز بالديفرنت كونفيجريشن او ميجرمنت سيت اب ممكن يؤدي لي لتغيرات، وممكن يؤدي لي ايرورز في الميجرمنت، اوكي وهضطر ان انا احط قياس ليها علشان اقدر اتلافاها او اتحكم فيها زي ما سبق ما قلت. اوكي طيب، انا هسيب لكم كده فرصه تفكروا شويه في ابلكيشنز ممكن نستخدم فيها اللايت سنسور. كده احنا ما عندناش مشكله، مش هنبني سيركت بالمعنى الحرفي، لكن انا عايزكم تفكروا في ابلكيشنز يبقى استخدام اللايت سنسورز فيها مور efficient عن الاستخدام الحالي او عن استخدام لبعض السنسورز الحالية. اوكي يعني احنا ممكن نكون مثلا بنقيس الفلو بشكل اوكي التراسونيك مثلا، بس هو مش efficient، فاحنا يفضل ان احنا نروح لانذر measurements، فممكن نروح لللايت measurements او للقياس عن طريق اللايت. اوكي طيب، السلايد اللي انتوا شايفينها دي بتقول what is success. لو اديتكوا 10 ثواني كده كل واحد قال لي يعني ايه success من وجهة نظره. طيب واضح ان محدش عايز يجاوب، محدش عايز يفكر يعني ايه success. اوكي لكن لما بنسمع كده ان الشخص ده قاس الاي كيو بتاعه، اوكي او الاي او الانتليجنس مثلا
بتاعه مرتفع شوية. اوكي، الحقيقة احنا دايما بنقيس الحاجات بيزد على البروسيسنج اللي بيحصل في البرين، اوكي، والبارت اللي مبني على مفروض يعني زي ما احنا بنقول عقلانية، لكن الحقيقة ان في بارت تاني ايموشنال، وعشان كده هما زي ما عملوا اي كيو لقوا ان في حاجة اسمها spirit intelligent، في حاجة اسمها emotional intelligent او اي كيو. اوكي، عايزكم بس تبتدوا كده تفكروا لو احنا عندنا emotions معينة، اوكي، ممكن نحاول نقيس الايموشنز دي ازاي. انا عايز بقى اشوف ابداعات، ماشي، عايز اشوف افكار. اوكي، يعني هضرب لكم مثال كده، انا عايز اقيس درجة حزنكم او زعلكم يعني على ان احنا ما خدناش محاضرات مثلا، فاحنا او انكم ما شفتونيش. اوكي، هنقدر نقيس حاجة زي كده ازاي؟ طبعا الأجهزة هتنفجر لو فكرنا في حاجة زي كده، يعني عشان كمية الكذب بقى اللي هتتحمله يعني. اوكي، طيب خلينا بس نفكر في حاجة كده، ازاي ممكن نقيس حاجة زي كده، ازاي ممكن نقيس بين الألم اللي احنا ممكن نشعر بيه. اوكي، طيب ازاي ممكن نحول حاجة emotion لحاجة quantitative، أو بمعنى أدق حاجة qualitative من وجهة نظرنا زي الـ emotions. أوكي، يعني زي فكرة الـ success اللي أنا سألتها لكم دي، كل واحد هيبقى له definition و methods وممكن يحولها لحاجات يقدر يقيس بيها. أوكي، فأنا عايزكم تفكروا في حاجة زي كده، وخلونا إن شاء الله نبتدي نعمل small presentations على القصة دي. حضراتكم بقى هتشاركونا أفكاركم كده وإزاي ممكن نقيس الإيموشنز. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا كده التارجت بتاع الكلاس بتاعنا النهاردة. أوكي، وأتمنى أن الموضوع بتاع الإيموشن ده ما تاخدوش على أنه يعني ملوش علاقة بالميجرمنتس، والحقيقة أنه له علاقة، عشان كده أنا عرضت لكم الباراجراف اللي أنتوا شايفينه ده، ان الناس لقت ان الاشخاص اللي بينجحوا في حياتهم، اوكي، ان ده مش ديبند ميلي على الاي كيو بتاعهم على قد ما هو ديبند بنسبة يكاد يكون 80% على الاي كيو بتاعهم. اوكي، اتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق، وان شاء الله لو حد عنده اي سؤال هنتلقى الاسئلة وهنتناقش لسه اكتر في الحواديت اللي احنا اتكلمنا عنها. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.